اسف. في ايه انت قاعد ولا ايه؟ انا اسف حقك عليا. انا فعلا اعذريني معلش، بس بيني وبينك بعد اللي انا لمسته ده لو كنت مفتح كنت عملت قد كده 100 مره. نعم يا رحمك. فارس فارس وعملوا له محضر في الجسم والعساكر تضرب فيه والآلة تضرب فيه وفارس سابه وهرب. ايه ايه خلود. الو يا خلود، من امتى انت فين؟ زي ما انتي. طيب انا هتصرف، بس ما تعمليش اي حاجه من دماغك. على السلامه. فين ابوك؟ خير. الخلف اتمسك بكيلو هيروين في كمين، عقبال ما نوصل تكون كلمت المحاميين. يظهر ان كين عاوز نقطع لسانه بالمره. اسمع ماهر، معوش هيصة جرايد له. حاضر. استنى انا هلبس واجي معاك. تجي معايا فين؟ ابو هبه يرجعك. ده ابني يا حاكم، هنجيبهولك وناجو. عارف لو ابني اتسجن انا مش هاسكت. فلا الله ولا فالك، سيبيني خلينا الحاج الراجل. يا منة بختك يا زكية، يا وكستك في ولادك. والله العظيم اللي عيشها ما يشوف. فتشوا يا ابني يعمل معاه الاجراءات وادي الحجز لحد ما حد يجي ويطلعه. انا كان معايا واحد كده متختخ كده ومربرب يا باشا، عيل خايب كده ابني فارس. وكمان كان معاك ابنك، هو اللي كان بيسحبك للنسوان ولا ايه؟ ده خايب يا باشا، ده انا اللي بسحبه علشان يشوف لي النسوان. لا حول ولا قوة الا بالله. واضح ان انا تعبك يا باشا، بس ابني كده اعمل تليفون صغير وبعدها هترتاح مني للأبد. خلف ما تخافش يا خلف. يا عم انا عايز اقولك مش وقته، افرض ظهرك يا ولد وقول يا رب. حصلني معاك، وانت خد بالك المره الجايه حد يركب عربيه ملغمه. هتفضل كده لحد متى؟ انت في النهايه بجر، مالك عاوز يشيل تابيده؟ تابيده كيف واحنا هنطلعوه؟ انت السبب في ده كله. السبب ولا بتاع يا اخوي، ده نصيب. حد يقول لاجنه تمسك خلف؟ انا ولدي ما يتحبسش زي البلطجيه، انا ولدي عمده واد عمده. متلبس اهو يا متر. امال ايه مظلوم بقى دي؟ الهيروين جوه العربيه والاستاذ خلف بيه جوه العربية، واللجنة واقفة ومتشكلة، أمال عاوز إيه تاني بقى؟ ولا هو التلبس حاجة تانية من وجهة نظر سعادتك وأنا معرفش؟ حضرتك أنا بطلب يخرج بغرامة حد ما نثبت إنه مظلوم. لا على جثتي الكلام ده. يخرج بتاع إيه؟ والدنيا كلها عارفة إن هو تاجر هروين. حضرتك الراجل ده بيدير قرية فيها أكتر من 2000 أوضة سياحية، يعني مش محتاج يخرف ويتاجر في الهيروين. علي الحرام ما بتاعي، علي الحرام ما بتاعي، ده ملعوب ولازم اكشفه. اكتب يحجز المتهم 15 يوم ويراعى له التجديد في الميعاد. ايوه بس حضرتك يعني احنا خلاص يا خلف بيه، خلاص خده عسكري وندالي اللي بعده. هات يا ابني هات. اهرب يا نادي. ولا بهرب ولا حاجة، ولا لو كنت دخلت معاك ما كانش حد هيطلعني. حاسب السلك. كمان واحدة. أيوه كمان واحدة. خلاص خلاص كده آخر واحدة. لما شفتك بتتضرب جريت قلت أجيب لك المحامي. يعني الحاجة الوحيدة اللي تورثها مني هي الندالة.
الحمد لله على السلامه يا باشا. كفاره ركين زغدان بيكوا الخير والله. يا ريحتك وحشتني يا وسام. عايزك تخش على البيت بسرعه. سامي انا عايز ابو هيبه مدروخ مدروخ مجنون قبل ما اقطعه اسنان. مفهوم؟ هيقطعه اسنان. يلا يا معفن عشان وحشتني. يلا ماشي يا باشا قطعه وحشتني. هتتوب علينا بقى. ها 15 يوم حبس. واه شغلك فين يا دكتور؟ لو ربنا بيحبنا نشكك في الضبطيه. طب ما تتصرف. خلف بيه مرصود بقاله مده والظاهر انه متسلم. انا ما هرجعش مصر الا لما نطلع خلف الاول من هنا وبعدين نتكلموا. يلا الصبح هنحلوها يا بنتي ما تخافيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا بنتي. كرسي يا ولدي. شدة وتزول يا بنتي. مش مهم حضرتك، انا بس مش عايزاه يتسجن. مش عايز البنت تكبر تلاقي ابوها محبوس. ودي بنت عمك اوضتها مهر. انا كويسه يا بابا. ها هتعمل ايه يا متر؟ حضرتك ده متلبس وتقريبا كده اعترف للظابط. كله اتغير حتى التلبس اتغير. انا حضرتك ما الواد اللي مشيته ليله راس السنه تعرف عنه حاجه؟ معرفش. ماهر الواد ده يكون عندي بكره الصبح بالكتير. أهلي اللي ماتوا كلهم في قطر السعيد ما بحب التمثيل. كنت فين وسيدك محبوس؟ كنت مطرود مطرود في الشوارع زي الكلاب. كذاب خلف رجعك من غير ما يقول لي. بس كان خايف كل شوية يقول لي امشي ويقول لي لا. انت منين يا ولدك؟ ما فيهوش شيء لا علوان ولا أي حاجة، يا دوبك نمر التلفون محمول. أنا المكان ده كله بقى بيتي من ساعة ما أهلي. بصراحة من ساعتها وأنا بخاف أقعد لوحدي. كأنك غريب. أنت من الصعيدي مش كده؟ حضرتك لأ. أنت تبع مين؟ إيه اللي جابك؟ أنا تبع خلف بيه وهو اللي جابني. تاخد 1,000,000 جنيه أو تتسجن 10 سنين؟ أنا آخد 1,000,000 جنيه بس ما تسجنش. انت غجري يا هاد؟ لا غجري ايه؟ انا صايع، انا من الشارع اصلا. ابويا وامي كانوا اطفال شوارع وانا لما كبرت بقيت زيهم. ما شاء الله ابوك وامك اطفال شوارع. قلت ايه؟ حضرتك عايز تشيلني قضية خلف بيه. انت ما عاوزش 1,000,000 جنيه. هاخد 1,000,000. هاخد 1,000,000 بس هجيب لحضرتك بقى اللي يشيل القضية، وانا نصيبي ربع أرنب
فوق الأرنب. فعلا يا ماهر، وخليه بكرة يجيب اللي يجيبه على النيابة يشيل القضية. واللي هتجيبه اسمه ايه؟ زغدانة يا أنور عامر. زغزاني؟ لا لا لا، زغدانة يا باشا، زغدانة هو اسمه كده بيه. طيب زغدانة خليه يجي يمضي ويقبض، وخلي المحامي يقول له يعمل ايه. لا هو يمضي بس، انما يقبض دي تخصنا. يا باشا